لا للفوضى، لا للعنف، بالرغم ان بعض الاطراف تنادي باسم الشعب للاسقاط والرحيل، ونحن من الشعب ومن الشعب اليمني الحر. لا نفوض ولا نوكل اي قاعده تنادي باسم الشعب، نداء غير دستوري، لان كلمه الشعب تعني الشعب كاملا، وهذا غير صحيح. ومن هنا ننادي ونناجد كل الشرفاء والاحرار من ابناء اليمن في الداخل والخارج بالوقوف الى جانب الشرعيه الدستوريه للحفاظ على الوطن ووحدته وامنه واستقراره، والوقوف ضد من تسول له نفسه بالمساس باليمن وشعب اليمن، وان قلنا الى ما لا يحمد عقباه. ونشكركم جميعا، وشكر خاص لرجال الاعمال زين علي وصلح زين، والسلام عليكم.